اهلا بكم مره ثانيه مشاهدينا، ودلوقتي بنستعرض معاكم مجموعه من اهم وابرز عناوين صحف القاهره الصادره اليوم، وبنبتديها من جريده الاهرام وفيها العناوين الرئيسيه: المراحل الصعبه من الاصلاح انتهت، والفتره المقبله لتخفيف الاعباء. مدبولي في حوار مع رؤساء تحرير الصحف: نبني دوله حديثه وميكنه الخدمات الحكوميه قبل منتصف 2020. مقتطفات من تصريحات رئيس الوزراء لرؤساء تحرير الصحف المصرية. أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الوضع الاقتصادي كان التحدي الأكبر خلال الفترة الماضية، وده في ظل نمو سكاني بيبلغ 2.4% سنويا. وقال: منذ 2014 بدأنا بناء دولة حديثة على المنهج نفسي اللي صارت عليه تجارب ناجحة زي سنغافورة وكوريا الجنوبية، وأشار إلى انخفاض البطالة من 13% إلى 7.8% وتوفير أكثر من 5 ملايين فرصة عمل وهبوط التضخم إلى 2.5%. طيب خلينا ناخد يعني مزيد من التحليل والتعليق لهذه التصريحات لدكتور مصطفى مدبولي. معانا على الهاتف أستاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي بالأهرام. أستاذ صبري صباح الخير وأهلا بحضرتك معانا. صباح الخير على حضراتكم، انا سعيد ان انا معاكم دايما. يعني اهلا بحضرتك يا فندم. استاذ صبري، حضرتك تابعت ازاي لقاء وحوار رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مع رؤساء تحرير الصحف، ويعني فكره انه ده يكون اجراء للشفافيه والمصارحه وكشف الحقائق والمعلومات عن كل ما يتم انجازه على ارض الواقع، واهم وابرز ما استوقفك في تصريحات رئيس الوزراء؟ طيب بعد اذن حضرتك، هو بس اقول ملاحظه مهمه، انه الدكتور مصطفى مدبولي رأس مجلس الوزراء منذ أغسطس 2018، يعني بنتكلم في 16 شهر، وده من الحوارات القليلة جدا اللي أجراها مع الصحافة، لكن الدلالة أنه كان لابد أن يخرج ليتحدث بعد إجراء أول تعديل على حكومته اللي تم الأسبوع الماضي، ومن هنا كان لابد أن يقرأ المستمع أو المشاهد أو القارئ أفكار رئيس وزرائه التي تدور في رأسه وتترجم إلى سياسات تطبق في الدولة، ومن هنا تأتي أهمية هذا الحوار. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أنه بالفعل نحن مررنا بتجربة صعبة جدا في الإصلاح الاقتصادي، وكانت بمشرة الجراح، لم تكن هذه المرة لا مسكنات ولا حلول مؤقتة، كانت حلولا جذرية تحملنا جميعا أثرها وتحملناها بصبر، وتحملناها لأنه لدينا ثقة في أنه الإصلاح إصلاح حقيقي، ولدينا ثقة في القائمين على الإصلاح. بس هي القضية بقى إيه؟ قضية أنه المؤشرات التي تحسنت على مستوى الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي، بمعنى أنه فعلا البطالة وفقا لبيانات الحكومة والجهات الرسمية قلت، معدلاتها قلت، فعلا التضخم معدله قل، وإحنا شايفين انخفاض متتالي للأسعار وأريحية في الأسواق. صحيح. لكن خلينا نقول أنه هل ده بس اللي هو مؤشر البطالة ومؤشر انخفاض معدلات التضخم، هم دول بس الدليل الوحيد على نجاح الإصلاح الاقتصادي؟ لا، احنا محتاجين يبقى عندنا عمل الحكومة على رفع انتاجية المواطن المصري، عمل الحكومة على تسهيل الإجراءات أمام المواطن المصري للحد من الفساد، أمام الحكومة عمل كبير جداً في المصانع المتعثرة والمتوقفة وزيادة الإنتاج، عشان كل ما زاد الإنتاج كل ما الأسعار انخفضت، لأنه الندرة هي اللي تولد ارتفاع السعر. لما يبقى عندي سلع متوفرة بكميات كبيرة تكفي حاجة المواطن، الأسعار نزلها عشان يعرف يبيع. أكيد. ومن هنا احنا محتاجين استمرار السياسات الإصلاحية
وما نقولش خلاص احنا خلصنا، لان عمليات الاصلاح لا تتوقف ابدا. صحيح، اكيد. بنشكر حضرتك جدا استاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي بالاهرام على هذا التحليل، وطبعا حوار السيد او الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مليء بالعديد من التصريحات اللي بتخص نواحي كثيره جدا ومشروعات وانجازات يعني كثيره على ارض الواقع. خلينا بننتقل معاكم لجريده اخبار اليوم في الصفحه الاولى وبنتابع هذه العناوين. في اتصال هاتفي بين السيسي وبوتين، اتفاق مصري روسي على تسوية الأزمة الليبية ووضع حد للتدخلات الخارجية. من تفاصيل هذا الخبر زي ما ورد في أخبار اليوم، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية في المجالات كافة، وده طبعا كان خلال اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي أجرى أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الرئيس السيسي أيضا أشاد خلال الاتصالات أو هذا الاتصال بالمشروعات التنموية المهمة اللي بيتعاون بها البلدان في تنفيذها في مصر. أيضا تم استعراض تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق في هذا الإطار على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية الأزمة الليبية ومكافحة الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي. أيضا الاتصال شهد تبادل التهاني بين الرئيسين بمناسبة قرب العام الميلادي الجديد. طيب خلينا نروح معاكم لجريدة الجمهورية، وفي الصفحة الثانية مدبولي وثلاثة وزراء يتابعون مبادرة الرئيس لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، تشغيل المصانع بالطاقة القصوى وخصم بالسلاسل التجارية عند الشراء. في تفاصيل برضو وردت في هذا الخبر، حيث قال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض خلال الاجتماع ملامح المبادرة المقترحة في إطار تشجيع المنتج المحلي وإتاحة نسبة خصم نقدي مشروط عند الشراء على عدد من السلع المحلية الاستهلاكية والمعمرة وغير المعمرة، وده بمشاركة المصنعين وعدد من السلاسل التجارية وبمشاركة وزارة المالية ووزارات أخرى وبرعاية الرئيس. طيب نروح معاكم لجريدة المصري اليوم، وفي الصفحة الثالثة وملف التعليم تحديدا مرحلة التعليم الجامعي، افتتاح المراحل الأولى لجامعات الجلالة والعالمين والمنصورة الجديدة والملك سلمان في 2020. الوزارة الانتهاء من تحديث 80% من تطوير المناهج الدراسية لكافة التخصصات وإنشاء 5 جامعات تكنولوجية جديدة. طيب خلونا مشاهدينا الكرام نتعرف على المزيد مع المهندس روماني رزق الله خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات. مهندس روماني صباح الخير وأهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم، صباح الخير. إيه المنتظر من هذه الجامعات الجديدة أن تقدمه في مع هذا التطور التكنولوجي على صعيد العالم؟ إيه اللي هتضيفه إلى مصر؟ أولا زي ما حضراتكم ذكرتوا، إحنا دلوقتي مصر بتقفز قفزة كبيرة جدا في المجالات العديدة، في مجالات الاتصالات، في مجالات تكنولوجيا المعلومات، ودلوقتي أهم حاجة في المجالات دي إن هو إحنا نجهز كوادر تبقى مؤهلة وتمتلك العلم. فمن أوائل الأشياء المهمة جدا يبقى عندنا جامعات متخصصة تخصص دقيق جدا التكنولوجيات البازغه دي اللي طالعه. فده اللي احنا شايفين، ان احنا دلوقتي بقينا بناخذ بالاسباب، بقينا بنحط الحاجه في موضوعها الصحيح. فمن اهم الاشياء ان يبقى عندنا الجامعات دي تدرب كوادرنا، عشان يبقى احنا كنا بنسمع جمله زمان اعاده التاهيل. يعني الكلمه دي بقى متهيألي في وضعنا الحالي ما ينفعش نسمعها تاني، عشان كده دلوقتي احنا بنأهل من الاول. بنأهل من الاول عشان ما نرجعش نقول اعاده تأهيل. الكلمه المعيبه دي ما نقدرش نسمعها تاني. فاحنا على طول تأهيل العنصر البشري على طول بالظبط كده. فعشان كده احنا دلوقتي بقينا فعلا بنشوف احنا محتاجين ايه كدوله، وبنبتدي نحط المجال ده ونأهل ولادنا فيه. بس فدي اهميه دور الجامعات دي، واهميه انها تقوم بدورها في تنميه المجتمع وتنميه الصناعه والاشياء المختلفه اللي هتنهض بمصر باذن الله. تمام. طيب بالنسبه للكوادر الموجوده واللي هتدرس بالفعل في هذه الجامعات، حضرتك شايف ان هيتم المفروض يعني يتم الاستعانه بعناصر اجنبيه وخارجيه او حتى من ابناء الوطن اللي درسوا في الخارج ورجعوا مره ثانيه علشان ينقلوا خبراتهم ومعارفهم الى الاجيال الجديده اللي لسه داخله للتعليم؟
بص يا فندم، احنا بنعمل ده متهيألي برضه، حتى وانا ممكن ادي منه امثله واقعيه. يعني احنا مثلا هدي مثال في حته اللي هو الاستعانه بخبراء موجودين فعلا، وتدريب الكوادر الجديده اللي ناقصه. يعني احنا مثلا شفنا مع اختلاف التشبيه، وهقيس على التشبيه اللي هقوله ده، مثلا في مترو الانفاق كان في عندنا شركات فرنساوي هي اللي بتقوم بكل حاجه، فابتدينا وكنا بنجيب مكن من بره، فابتدينا نشتري المكنه وبعد كده ندرب الكوادر. فبيع الخطوط مثلا الخط الخامس والسادس المترو هتقوم بالدوله المصريه بكل كوادرها باجهزتها بمعداتها 100%. نفس الكلام في الجامعات يا فندم، احنا بنستعين بالخبراء اللي اوريدي موجودين بتوعنا من الداخل ومن الخارج زي ما حضرتك ذكرت، ولو في حاجه ناقصه بنجيب خبراء يدربوا الى وقت معين ثم بنمصر الحاجه 100%. طبعا ده في توجه لده جدا، احنا بناخد خبرات وبعد كده بنقوم بحاجتنا بنفسنا 100%. تمام. مهندس روماني رزق الله، خبير امن وتكنولوجيا المعلومات، شكرا على هذه المعلومات ومداخله حضرتك. نروح معاكم لجريدة أخبار اليوم مرة تانية، وفي الصفحة السادسة هذه العناوين: مشروعات تنموية وخدمية تدخل الخدمة في القاهرة والمحافظات في 2020 وعام الحصاد لسنوات الإنجاز، مع انتهاء المرحلة الأولى العاصمة الإدارية تستقبل 50,000 موظف حكومي. خلونا نتعرف أكثر على أهمية هذا الموضوع مع دكتور شريف الخليبي الخبير الاقتصادي. دكتور شريف صباح الخير. طيب هنحاول معاودة الاتصال به مرة ثانية. طيب وخلونا نختار بعض التفاصيل من هذا الخبر، والحقيقة من ضمن تفاصيله مشروعات تنموية وخدمية عملاقة في مختلف المجالات نفذتها أجهزة ومؤسسات الدولة في القاهرة والمحافظات خلال عام 2019، ومع حلول العام الجديد 2020 تتواصل أعمال تنفيذ مشروعات أخرى تستهدف تطوير الخدمات والمرافق، فضلا عن مشروعات استثمارية جديدة من المتوقع أن تنتهي مراحلها الأولى في العام الجديد، مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي تستعد لاستقبال 50,000 موظف حكومي، ومشروع مدينة العالمين الجديدة. وتتواصل في القاهرة والمحافظات العشرات من مشروعات شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء، والكثير من هذه المشروعات تدخل الخدمة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020. وطبعا يعني ملف مطول في أخبار اليوم في الصفحة السادسة بيستعرض عدد بالفعل من المشروعات الرئيسية وأبرز المشروعات، وبيستعرض عموما يعني تحديدا بيتوقف عند المشروعات اللي هيتم افتتاحها في 2020. فبيأتي هذا العنوان 2020 عام الحصاد لسنوات الإنجاز، طبعا ده اللي احنا متابعينه على مدار يمكن الأربع سنوات الماضية. تحديدا كان في مشروعات عملاقة كبرى بيتم إنجازها على أرض الواقع، وكانت الحقيقة بتتم بشكل سريع جدا ومتلاحق. فهذا الملف بيستعرض عدد كبير من هذه المشروعات في مختلف المجالات. طيب خلينا نروح معاكم لجريدة الجمهورية وملف التعليم. نائب وزير التعليم للجمهورية: الأولوية لتعيين 36,000 معلم مؤقت، تدريب المتقدمين بالمدارس، ولا حاجة لمستندات أو شهادات إضافية. بالتأكيد خلونا نشوف تفاصيل أكثر وردت في هذا الخبر زي ما جاءت في الجمهورية، حيث أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين أنه يدرس حاليا كافة الملفات الخاصة بالمعلمين سواء القدامى أو الجدد، ولن يتم إهمال أي خطوات تم اتخاذها وحققت الهدف منها بالتيسير على المعلمين ورفع مستواهم المهني والمادي. وأشار إلى أنه سيبدأ خلال أيام مراجعة الخطوات التي اتخذت في التعاقد مع المعلمين الجدد من خلال البوابة الإلكترونية، حيث يتم تحديد الأولويات اللازمة، مؤكدا أن 36,000 معلم الذين تم التعاقد معهم في العام الماضي سوف يكون لهم الأولوية الأولى في الاستعانة بهم والتعاقد معهم ضمن 120,000 متعاقد جديد.
طيب بنروح معاكم لجريدة المصري اليوم، وفي الصفحة الثانية الري: إزالة 260 ألف حالة تعدي على النيل، تقرير: إنهاء 50 ألف حالة على النهر ومواجهة 74 ألف على المصارف الزراعية. من تفاصيل هذا الخبر، تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري تقرير بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال الإزالات على نهر النيل وفرعيه ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية، والتي تضمنت تنفيذ 260,979 إزالة على النهر والمجاري المائية منذ إطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في 2015، وأنه جاري تنفيذ عدد من حملات الإزالة بمختلف المحافظات. طيب خلونا نروح لصحيفة الجمهورية مرة تانية ونطالع خبر آخر بهم أكيد ناس كثيرة، من الصفحة الأولى: بعد نجاح التجربة في بورسعيد، تعميم القارئ الذكي للعداد يمنع مشاكل فواتير الكهرباء الخاطئة. من التفاصيل، أطلقت وزارة الكهرباء برنامجا لتحديث العدادات القديمة لاستكمال مشروع القراءة الموحد وتعميمه قبل إبريل القادم للقضاء على شكاوى المواطنين وإنهاء مشاكل الفواتير الخاطئة نهائيا. جاء ذلك في التقرير اللي تلقاه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء من رئيس القابضة للكهرباء حول المشروع، وأكد أن تحديث التطبيق المجاني على الموبايل القارئ الذكي لعداد الكهربائي ليتمكن المستهلك من التواصل مباشرة مع شركة الكهرباء التابع لها والشركة المختصة بقراءة العدادات شعاع، ويمكن لمستخدمي تطبيق القارئ الذكي إرسال رسائل وملاحظات، كما يتم إرسال إشعار للمستهلك الذي أرسل القراءة بواسطة التطبيق ويتم مراجعتها والتأكد من صحتها. وأيضا يتيح التطبيق بعد تحديثه إمكانية إضافة الخمسة عدادات بنفس الحساب ورقم المحمول. يعني مع هذا الخبر اللي بيهم أكيد شريحة كبيرة من المواطنين، وبيندرج تحت تصريحات رئيس الوزراء في الخبر الأول بميكنة الخدمات الحكومية، بنتكلم عن أيضا ميكنة وخدمة إلكترونية لقراءة العدادات في مجال الكهرباء، ويمكن دي كانت مشكلة بيعاني منها كتير من المواطنين.